تعتبر الصناعات اليدوية من مواد البيئة المحلية من أهم الصناعات وأكثرها انتشارا في معظم أنحاء دارفور لارتباطها بالثقافة المحلية والإنتاجية، ولأنها جزء أصيل لا يتجزأ من فلكلور وتراث دارفور. فالسعف نبات من النباتات التي تنمو في مناطق شبه السافنة من فصيلة النخيل، استخدمها الإنسان استخداما أفضل، بل أصبحت مصدرا من مصادر الدخل اليومي لبعضهم. فالمنتجات اليدوية من السعف كثيرة الأنواع، منها البساط الذي يصنع من السعف حيث يتم نزجه بمواصفات خاصة وبألوان مختلفة، منها البساط الأحمر ويستخدم في تزيين منزل العروس في العرف هنا في دارفور، بينما يستخدمها البساط الأبيض في بناء المنازل وسقفها والجلوس عليه في المناسبات كافة، ويسمى محليا بالبرش. أما الحبال مفردة محلية وهي أربطة، يدخل السعف أيضا في صناعتها، فهو يدخل في بناء أسوار المنازل التي تبنى من مواد البيئة المحلية، بالإضافة لنسيج العنقريب وهو سرير خشبي يصنع من مواد البيئة المحلية أيضا، مثله البمبر وهو مقعد خشبي يصنع من مواد البيئة المحلية يتم نزجه من السعف. صناعة المقاطف من الصناعات اليدوية التي تجد الاهتمام، وهي تسمى محليا بالقفة، وهي سلة شعبية تصنع من السعف لأغراض جمع الحبوب والغلال وللاستخدامات المنزلية، بالإضافة لأغطية الطعام والأزيار، وهي أواني تصنع من الفخار تستخدم لحفظ وتبريد المياه الصالحة للشرب. أما الطاقية وهي غطاء للرأس تصنع من السعف بأحجام مختلفة لحماية المزارعين والرعاة من أشعة الشمس. كذلك من المصنوعات اليدوية الهبابة، وهي مفردة محلية تطلق على الشكل الدائري المصنوع من السعف والذي يستخدمه الإنسان في دارفور للتهوية. كذلك من المنتجات اليدوية المكانس والسجادات التي تصنع من السعف. أما الطبق هو شكل دائري مصنوع من السعف، تستخدمه المرأة في دارفور لوضع الكسرة، وهي مفردة محلية تطلق على نوع من أنواع الأغذية المحلية. أما البرتال هو نوع أكثر إتقانا، يصنع من السعف المنسوج بنبات يسمى البنو، ينسج بطريقة دقيقة ينتج أشكالا هندسية لها معاني فلكلورية، تستخدمه المرأة في دارفور لتغطية الموائد. أما المندولة هي وعاء مخروطي الشكل يصنع من السعف الملون بالتفتة، وهي من الأسباق المحلية التي تستخرج من الأرض بألوان مختلفة، يستخدمه مع الودع وهو من الأصداف البحرية الصغيرة الحجم، تستخدمه المرأة في دارفور لإكساب المندولة أشكال المختلفة، وتمتاز بخاصية الاحتفاظ بدرجة حرارة الطعام لأطول فترة ممكنة. الكثيرون يقبلون على شراء هذه المنتجات للاستهلاك اليومي المحلي، وبعضهم يستخدمها للزينة، وتقدم هدايا للضيوف في المناسبات والزيارات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المنتجات يقبل على شرائها الأجانب والمقتربون بأعداد كبيرة، ورغم قلة عائدها المادي وصعوبة صناعتها وبعد أماكن التسويق، إلا أن من يقومون بصناعتها يعتمدون عليها كمهنة أساسية في تربية الأبناء وتعليمهم وعلاجهم. جدير بالذكر فإن هذه الصناعة موجودة في كثير من المناطق في دارفور، إلا أن أشهرها مناواشيه دمنا.